استعرضت وزارة الداخلية جهودها في مجالات مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها. لا شك أن مشكلة المخدرات مشكلة عالمية تلقي بظلالها السلبي على المجتمعات وعائقا أمام عمليات التنمية. لذا يأتي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 من يونيو من كل عام فرصة للتوعية بمخاطر المخدرات وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لمواجهتها. وتعد مصر من أكثر الدول التي تتميز أجهزتها الأمنية بالاحترافية في التصدي لمحاولات جلب المواد المخدرة وقطع مسارات التهريب وحماية دول الجوار من مخاطرها، في ظل تنامي ظاهرة تصنيع المواد المخدرة الاصطناعية خاصة مادة الكريستال والاعتماد على الأساليب الحديثة في التهريب والتوزيع والدفع إلكترونياً. من هنا تسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولي للتصدي لمحاولات التهريب براً وبحراً وجواً، ما كان له صدى إيجابي في تحقيق العديد من النجاحات. حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالي في ضبط العديد من قضايا الجلب والتهريب استخدمت فيها وسائل مبتكرة لإخفاء المخدرات، وجاءت أبرز القضايا بمضبوطات بلغت 550 كيلوغرام كوكايين وتسعة أطنان ونصف الطن من مخدر الحشيش واثني عشر مليونا ونصف المليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون وثلاثة ملايين قرص لعقار الترامادول المخدر و46 كيلوغرام من مخدر البودر و2 كيلو ونصف كيلوغرام من مخدر الايس بقيمة مالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت بثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه. وطورت الأجهزة الأمنية من تقنياتها لمجابهة ظاهرة استخدام المنصات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات الترويج ونجحت في مواجهة هذه الظاهرة. وتمتد عمليات المكافحة إلى ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة لتنجح في ضبط 88 قضية غسل أموال خلال عام بقيمة مالية قرابة 9.5 مليار جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة. وامتدت أوجه التعاون الدولي في مجال المكافحة إلى حرص مصر على استضافة فعاليات دولية في هذا الاتجاه، منها الزيارة السنوية لمسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى، وكذا المشاركة في المؤتمرات الدولية للتنسيق والتشاور لتكثيف جهود المكافحة. وإيماناً من وزارة الداخلية بأهمية توعية المجتمع بمخاطر المواد المخدرة، يتم عقد لقاءات بصفة دورية مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بالآثار والتداعيات السلبية للمواد المخدرة على المجتمع وتهديد تماسك الأسرة. كما تكثف الأجهزة الأمنية من حملاتها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحماية الشباب من مروج المواد المخدرة الذين يستغلون التجمعات الشبابية لترويج سمومهم القاتلة. هي جهود متوازنة تقوم بها وزارة الداخلية نحو حجب المواد المخدرة والتوعية بمخاطرها وصولاً إلى مجتمع آمن من مخاطر هذه السموم القاتلة.